تشهد مصر نقصا في عشرات الأصناف من الأدوية، ولا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية، في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى مستوى قياسي غير مسبوق بنسبة تجاوزت 38%، مع توقعات بمواصلته الصعود خلال الأشهر المقبلة وسط شح في الدولار. وتسيطر التوقعات المتشائمة على مستقبل الاقتصاد المصري، فاحتياطات النقد الأجنبي آخذة بالهبوط، والجنيه ينخفض دون هوادة، والديون تتزايد، ومردود المشاريع التي امتصت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية لا يذكر، فيما المستثمرين يهربون من حيازة السندات المصرية وسط دعوات لوقفة حاسمة ضد فشل النظام في السيطرة على الغلاء والتدهور الاقتصادي. نتابع. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد أبو العنين، الكاتب والمحلل السياسي، كما أرحب بضيفي من القاهرة السيد أحمد العناني، الكاتب والمحلل السياسي. لو بدأت معك سيد محمد أبو العنين، ما بال الاقتصاد المصري في تدهور مستمر لا يتوقف؟ في تقديري أنه جزء كبير من التوصيفات التي تسعى إلى وصف ما يحدث في مصر باعتباره أزمة اقتصادية هي متجاوزة واقع الأمر، لأن واقع الأمر في مصر هي أزمة سياسية لها تداعيات اقتصادية. الأزمة السياسية أفرزت تداعيات اقتصادية كما نشاهدها وكما يعاني منها المواطن المصري. كان من المتوقع، وهذا ما تم نقله للنظام في أوقات متعددة منذ 2014، إنه منح المؤسسات التابعة للدولة امتيازات وحصار المشروعات الخاصة وعدم تكافؤ الفرص الموجود في البنية الاقتصادية والتركيز على التنمية التي يقودها أو تقودها المؤسسة العسكرية سيؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج اقتصادية غير جيدة. تقرير البنك الدولي في 2018 وفي 2020 أشار بشكل واضح إلى وجود خلل في قواعد المنافسة في المنظومة الاقتصادية، دفع كثير من المستثمرين للخروج من مجال الاستثمار. أضف إلى ذلك أنه ما فيش استثمار دون أن يكون هناك بنية قانونية وقضائية، وبالتالي كما شبهت مديرة صندوق النقد الدولي، أي ضخ لأموال عن طريق المنح والقروض بإضافة طبعا لأسباب كثيرة جدا داخل البنية الاقتصادية المصرية بالحالة التي عليها سياسيا، يعني أنك تضع الماء في إناء مثقوب، وهذه أزمة كبرى. أضف إلى ذلك طبعا ما أشرتم إليه في التقرير، أنه معظم المشروعات غاب عنها معايير الشفافية، وغاب عنها معايير دراسات الجدوى، وغاب عنها الجدوى الاقتصادية، مش دراسات الجدوى فقط، لا، والجدوى الاقتصادية لمجتمع يعاني من أزمات متعددة. كل هذا بطبيعة الحال أفرز الحالة الموجودة حاليا. في تقديري أنه أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحالة بهذا الشكل هو غياب الرقابة والشفافية، و
إفساد الحياة القانونية في مصر، مما أفقد المستثمر كثير من الثقة في البنية التشريعية والقانونية والاستثمارية. كلام مهم جدا سيد أحمد العناني. يعني رغم عشرات المليارات التي تلقاها النظام من مساعدات من دول خليجية، ورغم عشرات المليارات من القروض التي تلقاها من مؤسسات مالية دولية، الوضع ما زال يتدهور بسبب ربما ما ذكره السيد محمد أبو العينين. متى يعترف النظام بالفشل الاقتصادي؟ طيب أنا برحب بحضرتك. في البداية يعني دعنا نتفق أن يعني الأزمة الاقتصادية هي أزمة اقتصادية ليست مصرية، بل أزمة اقتصادية عالمية. بمعنى يعني دائما ما نكرر أن الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن تضررت من خلالها عدة دول. هذه الدول تعد دول رفاه، يعني دول الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وغيرها، يعني تعاني بشكل كبير، والاقتصاد البريطاني يعاني. التضخم بيزيد يعني بيزداد في بعض الدول الأوروبية، ما بالك في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول النامية. الفترة الأخيرة يعني دعنا نتساءل أسباب الأزمة الاقتصادية، لابد أن يكون هناك أسباب للأزمات الاقتصادية وارتفاع يعني التضخم بشكل كبير. ده بيرجع لعدة أسباب. يعني تلميح الضيف فيما يخص الاستقرار السياسي، أو يعني يلقي يعني أو يلمح فيما يخص الملف السياسي بعدم الرضا السياسي، لا، أنا أعتقد أنه هناك استقرار سياسي ورضاء سياسي في الشارع المصري على أداء يعني القيادة السياسية، وده بينتج عنه استقرار اقتصادي. يعني خلينا نتكلم عن النقطة دي بالتحديد ونقف أمامها. الأزمة الروسية الأوكرانية، دائما منقول الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الدول الإفريقية. إفريقيا لها وضع خاص. أولا في السياحة، كدولة كمصر كانت يعني السياحة من روسيا أوكرانيا بالتحديد، واستيراد الحقوق روسيا وأوكرانيا رغم كل المشاكل الاقتصادية اللي سببتها كوفيد وتوالت بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، ده سببت أزمة كبيرة في الاقتصاد العالمي وأدت إلى ركود ويعني ارتفاع كبير، ويعني التضخم ازداد وبشكل كبير وازداد تدريجي حتى وصلت 2023 بعد كوفيد. ده ادى الى يعني نوع من انواع التضخم والمشاكل الاقتصاديه. انما الدوله المصريه كانت في المقابل بتواجه هذه التحديات، ويعني هذا ليس كلام. يعني وكاله موديز يعني التصنيف الائتماني للمصري من بي 3 بي 2 ده بيقول لك ان مصر تمشي في اجراء وخطوات محترمه فيما يخص الاقتصاد. اولا السوق يعني القطاع الخاص، تشجيع القطاع الخاص على المشاركه في الاقتصاد المصري، ده رفع بشكل كبير من الاقتصاد المصري. الحفاظ على تحويلات المصريين بالخارج، هناك ثوابت في الاقتصاد المصري، عندك تحويلات المصريين بالخارج وقناه السويس والسياحه، دول يعني عامل اساسي فيما يخص هذا الامر. نعم. نتج عن تلميح من الحقيقه صندوق النقد الدولي باخراج مصر مرة أخرى. ليه؟ لأنه مصر رغم أنه يعني كان هناك انخفاض في التصنيف الائتماني، ارتفع التخفيض الثاني نظرا للإجراءات اللي طبعا اتخذتها الدولة المصرية فيما يخص الحفاظ على يعني طيب. المصري بشكل عام. طيب سيد سأعود إليك سيد أحمد. سيد محمد أبو العنين، إذن باختصار الأزمة في مصر هي جزء من أزمة الاقتصاد العالمية، وبالتالي هذا لا يؤشر على أزمة سياسية أو شيء آخر في أوروبا، في بريطانيا هناك أزمة اقتصادية أيضا. من الإنصاف القول بأنه توجد عدة أزمات عالمية، لكن بكل تأكيد حتى البلدان التي نشير إليها، ده بريطانيا فيها أزمة، يعني أزمة، هل وصلت إلى حد التدهور الذي تصل فيه نسب التضخم إلى 68% و38% كما نشاهد؟ التضخم في بريطانيا في أقصى حالات تجاوزه لم يتجاوز 9 إلى 10%. نحن لا نتحدث فقط على التضخم. أزمة مصر ليست هي التضخم وفقط، أزمة مصر نشأت نتيجة أنك لديك خيارات اقتصادية مؤسسة على مصلحة النظام السياسي ومصلحة المجموعة التي تحيط بهذا النظام السياسي. عندما نقول إنه الأزمة سياسية وتداعياتها اقتصادية، نتحدث عن مبررات سياسية في الداخل. عندما تتحدث عن الاستقرار السياسي،
هذا استقرار هش ومختلق باستخدام آلة أمنية أقصد كل خصومك السياسيين من المشهد، وغيبت حتى دور القضاء والتشريع في الفصل في القضايا، واختزلت القرار السياسي في شخص واحد. هل هذا يطمئن مستثمر على الإطلاق؟ هل يطمئن مستثمر تجاهل أحكام القضاء والتعامل معها بالطريقة التي تتعامل بها السلطة في التدخل في أعمال السلطة القضائية؟ بكل تأكيد ربما يرضيك هذا المشهد، لكن في نهاية المطاف هناك مؤسسات دولية، المستثمر يأخذ قراره بناء على هذا الأمر. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليست طرفا فيما يحدث في أوكرانيا أو أزمة سلاسل التوريد أو أزمة كوفيد-19 التي لم تشاهد مصر فيها أي حظر ولا أي إغلاق. في الحقيقة كان إغلاقا سوريا، وكانت كل الإجراءات سورية وشكلية، بل واستفادت مصر بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. أي حديث عن فكرة أنه صندوق النقد سيقرضنا وقد نزلنا من تصنيف B3 لB2 هذا وهم، لأنك في نهاية المطاف لديك عجز هيكلي نتيجة القرارات التي اتخذها النظام السياسي في وقت كان لديه شح في الاحتياط النقدي، ذهب لعمل قناة موازية، محافظ البنك المركزي نفسه انتقد هذا السلوك باعتبار أنه كان من الممكن إنجاز المشروع على 5 سنوات فأنجزناه على عام واحد. من أين أتينا بالنقد الأجنبي؟ أتيناه من الاحتياط النقدي بما ساهم بزيادة الأعباء على المواطن. ما لم نذكر أن الإخفاق هو نتيجة الخيارات الاقتصادية المنحازة لصالح فئة اجتماعية مسيطرة ومهيمنة على مقاليد السلطة، واختزال القرار السياسي والاقتصادي في يد شخص واحد في الدولة دون وجود لا جهاز مركزي للمحاسبات ولا جهاز للتعبئة العامة والإحصاء ولا أجهزة رقابية تراقب الإنفاق العام وموارده ولا برلمان يراجع التشريعات، بل تم اختياره من قبل الأجهزة الأمنية لكي يؤيد ما تقوله السلطة. في نهاية المطاف هل هذه بنية اقتصادية وسياسية تساهم في إنعاش الحالة الاقتصادية؟ هذه بنية تتآكل فيها المنظومة الاقتصادية وتفضي إلى ما وصلنا إليه. كي نكون موضوعيين، نعم أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا فاقمت من إظهار العجز وأبرزت حجم الإخفاقات الاقتصادية التي ربما كنا سنشاهدها بعد عام أو 2 أو 3 نتيجة الإنفاق على مشروعات ذات جدوى اقتصادية ربما تكون بعد عشرات السنين ومشكوك في جدواها الاقتصادية، تمول بقروض قصيرة الأجل يدفع قيمتها المصريين بشكل حقيقي من قوت يومهم ومن صحتهم، فيعانون الآن من التقزم ومن سوء التغذية نتيجة تناقص تناول اللحوم والبيض والبروتين وما إلى ذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي اعتمد فيها الشعب المصري على أكل الخبز العيش. نعم. طيب سيد أحمد العناني، كيف تقنع ملايين المصريين الذين تحولوا من مستوى خط الفقر إلى مستوى الجوع حتى كما تذكر تقارير، كيف تقنعهم بأنه ما يجري في مصر وهذا الجوع الذي وصلوا إليه هو جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية وليس كما تحدثت كثير من التقارير الدولية واقتصاديون عن أنه المشكلة الأساسية هي في يعني العسكر الذين يسيطرون على مفاصل اقتصاد الدولة؟ أولا أنا أرفض تماما ما جاء على لسان ضيف حضرتك أن نحول الأزمات الدولية إلى أزمة مصرية، يعني أزمات الاقتصادية الدولية إلى أزمة اقتصادية مصرية، هذه نقطة. أيضا أرفض ما جاء على لسانه أنه يعني ينقل الوضع الاقتصادي إلى وضع سياسي، أعتقد أن مصر مستقرة سياسيا. ويتكلم عن الاستثمار الأجنبي، الاستثمار الأجنبي جاء إلى مصر نتيجة المشاريع القومية، نتيجة ثقته فيما يدور داخل الدولة المصرية والاستقرار السياسي اللي بينتج عنه استقرار اقتصادي. عشان كده في مستثمر أجنبي، عشان كده الفترة الماضية رأينا بعض الشركات الأجنبية موجودة في الداخل المصري، وتزال بعض الشركات المصرية الأجنبية موجودة في الداخل المصري على أساس هي بتتواجد. ليه؟ لو في استقرار سياسي. لو ما فيش استقرار سياسي أعتقد أنه كافة الأصول الأجنبية وكافة الحقيقة الاستثمار الأجنبي سيكون خارج الدولة المصرية، لا تستثمر، لن يكون هناك استثمار أجنبي في الداخل المصري، فهذا يعني مغلوط تماما. أيضا النقطة اللي تحدث فيها فيما يخص القضاء المصري، أعتقد القضاء المصري قضاء نزيه، هناك مؤسسية داخل الدولة المصرية. إنما عشان نقرض الحابل بالنابل
ونتكلم في مواضيع يعني بعيده كل البعد عن الاقتصاد، ونحاول نشبك الملف السياسي في الملف الاقتصادي العصري، نتكلم عن الاستقرار السياسي. يا اخي ابسط حاجه الحوار الوطني اللي انا بشارك في جميع اطياف الشعب المصري، ده بيدي نوع من انواع التعدديه ونوع من انواع المؤسسيه، حتى بيعطي اشاره للمؤسسات الماليه وللدول العظمى انه في يعني حوار وطني شامل بيجمع كافه الاطياف من طيب. الشعب المصري للخروج الحقيقه بورقه عمل تتوافق عليها كافه الايديولوجيات. شكرا شكرا لك سيد احمد العناني الكاتب، حقيقه انتهى الوقت. سيد احمد العناني الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من القاهرة. الحقيقة سيد محمد أبو العنين المفروض انتهى وقت هذه الفقرة، ولكن لك 30 ثانية لترد على ما سمعت. هو ببساطة شديدة جدا، إذا تحدثنا عن أنه الاستثمار جاءت فأين ذهب؟ العاصمة الإدارية جاء فيها استثمار أجنبي، أين هو هذا الاستثمار الأجنبي وأنت تعول على معظم المصادر التي تأتي من الداخل؟ بنية أساسية تم صناعتها من جيوب المصريين ومن أموالهم ومن خلال قروض يحمل بها المواطن المصري. أنا لا أستطيع أن أرد على كلام يقول في استثمار، طب هو فين؟ مش هي أرقام؟ أدلنا الأرقام فين؟ مصر ترتبها في الاستثمار الأجنبي للأسف الشديد في أفريقيا ربما في مراتب متأخرة جداً.